مثلا هذه الكمية هذه نقدر نخدم بها فنجال. لها نزيد نخدم حاجة واحدة أخرى كبيرة على الفنجال، فاز، بوجوار، مرميطة، أسيات، كاس، المهم الحاجة الكبيرة مادام تزيد مادام هي تكبر الحاجة. بعد الانتهاء من التشكيل تأتي مرحلة اللمسة الأخيرة باستعمال أداة أخرى، ويوضع المنتوج تحت أشعة الشمس للتجفيف. نكمل التور، ندير المنظرة نتاعي، ندير الفينيسيو ونعقب البرودون توعي ديريكت. هذه يسموها الموندرا، نحطوا فيها الحواج باش نديروا لا فينيسيو عليها. بعد تجفيف المنتوج يوضع في الفرن تحت درجة حرارة عالية، ثم يحول إلى ورشة التجميل والتلميع.